قال رب انصرني بما كذبون. الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين. وقل ربي أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. إن في ذلك لآيات وإن كنا لمبتلين. قال ربي أنصرني بما كذبون. قل إنما أنذركم بالوحي ولا يسمع الصم الدعاء إذا ما ينذرون. الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون. وهذا ذكر مبارك أنزلناه أفأنتم له منكرون. فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون. ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم. أف لكم لما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون. لا يسأم الإنسان من دعاء الخير وإن مسه الشر فيئوس قنوط. ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي وما أظن الساعة قائمة. ولئن رجعت إلى ربي إني لي عنده للحسنى فلنبئن الذين كفروا بما عملوا ولنذيقنهم من عذاب غليظ. وإذ أنعمنا على الإنسان أعرض وناء بجانبه وإذا مسه الشر فذو دعاء عريض. الحمد لله رب العالمين.